والله برأيي أكو ضغوطات عليهم، يعني ضغوطات من عدة جهات، هي كدوائر أو كجهات عليا لازم أكو رقابة عليهم، تتابعهم، تقلهم يابا تعالوا هاي المبالغ ويني، أش تعملون أش ما تعملون عليها. ليش عندنا قطاع الصحة، قطاع المطار، المطار ليسع ما بتلكوا عي يشتغل، الصحة ما أكو، مستشفيات ما أكو، الفساد مستشري مع احترامي بالدوائر بالاي، ماكو رقيب أخي، ماكو رقيب، لو أكو رقيب كل هذا ما يصير. على رئيس الوزراء، الجهات المختصة، جهات النزاهة لازم تتبع هاي الأمور. طرق الإحالة لازم، يعني لازم شركات رصينة لها مثل ما يقول باع طويل بالعمل. إذا تبقى علينا وهذا من شركة إلى شركة إلى شركة، ومن الحصة 10% ولهذا ما راح نستفاد منه كل شيء من هاي المبالغ. عجب ما أعلنوا عنه، وين المشاريع؟ المبالغ اللي خصصت مفروض إنه مشاريع هذه تتقدم للبلد، هذه ما طولية خصصت لمدينة الموصل، هالمدينة الجريحة هذه مبالغ جدا ضخمة، أتعمر لك الموصل ويفيض، بس وين هتروح؟ والله نحن كثير الناشد إنه الدوائر الدولة إنه من يحيلون مشاريع يحيلوها شركات عالمية وشركات رصينة، لا شركات ما لهم صحة من الوجود، مجرد فضائي وعلى الهامش. نحن الموصل تحتاج دعم، تحتاج الغيرة، تحتاج الشيمة، تحتاج العمل لهالمدينة نضعيدنا، لأنه اللي شفناه ما قليل وكافي، والله تعبنا سقاعدين احنا المحلات بس جلد بينا بالتنظيف وبالضرائب وبل 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 وبل، والشغل ماكو، هاي المبالغ وين تروح؟ ما أعلن على هبط الدوائر لأن ماكو مراقبة عليها من قبل النواب اللي انتخبناهم. وظائف النواب أنه يتابعون هاي المشاريع ويتابعون الأمور المستحدثة بيها. احنا نطالبهم من خلال قناتكم الموقرة أنه يشكلون لجنة طالب بيها كل دائرة والتخصيصات ويا سبعة تروح، والأعمار ويا سبعة يصل. يعني مثلا عندنا قطاع الصحة ماكو بينه أي أعمار، هذا يعني قطاع منتهي صلاحية، ما بينه أي تقدم هاي الأربع سنين والخمس سنين اللي تحررنا بيها. والله نحن نقول الفساد يلعب دور قوي، ولهذا لازم نحارب الفساد.